بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين. في البداية كنشكر الإخوان ديال الصحافة الإلكترونية المحلية على التواجد ديالهم معنا في أشغال الجلسة الثانية ديال دورة أكتوبر ديال جامعة ولاية التوت. إذا فالجلسة الأولى كانت عرفت واحد 6 ديال النقاط اللي كان صادق عليها المجلس، وكانوا بقاو لينا واحد 3 النقاط اللي كانت المصالح الخارجية ما توصلش بالدعوات ديالها وما حضروش معنا. في هذه الجلسة حضروا معنا المصالح الخارجية في النقطة الأولى المتعلقة بدراسة المشاكل المتعلقة بالدخول المدرسي ديال 24-25، وناقشنا المواضيع والتساؤلات ديال الإخوان المستشارين في ما يخص هذه النقطة، وكان واحد يعني الالتزام ديال المندوبية الإقليمية للتعليم على أساس غادي دار واحد الإعدادية في المنطقة الشرقية ديال زايو باش تحل المشاكل ديال الروافد ديال مجموعة مدارس الفارس ومجموعة مدارس الصفصاف. كذلك كان واحد الالتزام ديال المديرية الإقليمية باش تدار الإعدادية ديال الصبرة في أقرب الآجال على مستوى منطقة عربات العباد سيكتور طروا. إذا فالسي مختاري رئيس القسم ديال الشراكات بالمديرية مشكورا جاوب على جميع أسئلة ديال السكينة، وكذلك كان ملتمس ديال الإخوان باش يحلوا المشكل ديال واحد لائحة متبقية ديال الانتقالات ديال بعض التلاميذ اللي بغاو يلتحقوا بإعدادية الصبرة، وكان واحد الالتزام إن شاء الله غادي يدار لهم حل. كذلك النقطة الثانية اللي كانت عالقة من الجلسة الأولى وهي دراسة المشاكل المتعلقة بالماء الصالح للشرب على مستوى الجامعة، وكما تعلمون في الجامعة كان دارت واحد الدراسة في سنة 2019 ديال الشطر الثاني ديال الإصالات الفرضية، واللي كان تقريبا الكلفة ديالها الإجمالية ديال واحد 32 مليون درهم. مع الأسف وقع واحد التأخير كبير في هذا المشروع، احنا درناها كنقطة رغم أننا في هذه السنة كنا سبق لنا درناها وعودنا طرحناها على أساس أنها دار واحد يعني واحد المجهود في أقرب الأجال باش يتفك هذا المشكل، خصوصا في هذه الوقيتة ديال الجفاف اللي القناة الرئيسية اللي كانت كتزود السكينة بالماء ديال السقا والماء ديال الاستعمال المنزلي كنشوفوا بأن هذه القناة بقات فارغة لمدتها فوق 7 أشهر، مما اضطر الجماعة وبتعاون مع عملة الإقليم خصوصا السيد العام المشكور اللي وفر لنا واحد جوج ديال الشاحنات مجهزة بالصهاريج اللي كتنقل الماء للساكنة اللي ما كتوفرش على النافورات العمومية أو الإصالات الفردية. ولكن هذا المشكل مع الأسف كيتفاقم لأن الساكنة كثيرة ديال سهل الصبرة، وكاين اللي عنده تربية المواشي إلى آخره، إذا حتى ذاك الماء اللي كنعطيو ليه على فترات متباينة ما ولا غير كافي. لذلك حنا درناها نقطة في جدول الأعمال وطلبنا من السيد المدير أو الشيء مسؤول اللي يكون معاه كيقدر يتخذ القرار يحضروا معنا، مع الأسف ما حضروش ورجعنا هذه النقطة إلى دورة لاحقة. النقطة الثالثة كتتعلق بالمشاكل الفلاحة، وكان عندنا واحد المجموعة ديال الملتمسات. هذه المشاريع اللي دارت جامعة دولة ستوت ما استفدت حتى بشي مشروع، يعني كيف ما كنشوفوا هذه الطرق اللي راها معبدة بالتراب ديال الجامعة، فهي إما طرق دارتها الجامعة بالإمكانيات الذاتية ديالها، طرق معبدة بالقردرون، أو طرق معبدة بواحد البرنامج اللي كديرو الجامعة بالآليات ديالها وبديك التوفنة ديال الأودية. إذا فالجامعة هذه مدة طويلة من 2014 وهي كدير هاد الإصلاحات بالمالية الخاصة ديالها وبالآليات الخاصة ديالها وكيكلفها كثير، رغم أن هذه الطرق فهي محفظة في الإسم ديال وزارة الفلاحة. لذلك حنايا بغينا نسمعوا من المسؤولين ديال المركز الجهوي للفلاحه اشنو هو المآل ديال هذوك الطرق، وعلاش بعض الجماعات اللي استفدت في اطار هذه الفوارق المجاليه بمجموعه من الطرق. وكنشوفوا السيد الوزير مؤخرا كيدش مجموعه ديال المشاريع سواء فك العزله او مشاريع اخرى بسهول اخرى، رغم ان هذا السهل ديال الصبرا من اقدم السهول اللي كاينه في المنطقه، وما عمر استفد حتى بشي مترو ديال هذه الطرق المعبده. لذلك السيد المدير الجهوي بعث لينا بعض الموظفين اللي كنشكرهم هما الاصدقاء ديالنا من تقسيمات زايو، ولكن ما عندهمش شي قرار اللي يقدروا يتخذوه، وما عندهمش الاجوبه ديال الاسئله اللي يمكن تطرح عليهم من الاخوان والاخوات اعضاء المجلس. لذلك حتى هذه النقطه
رجعناها إلى دورة في المستقبل إن شاء الله. إذن نشكركم الإخوان على التواصل ديالكم، التواجد ديالكم معنا، والسلام عليكم ورحمة الله.